قال لك روحي اعملي حرام وانا اشجعك. يعني ايه شجعك؟ مش عارفه انا مش انا هتشوف الكلام. انا هدي لك اللي غلط لازم يتحاسب. انت لازم لازم انا لازم اخد حقي اللي انت عملته فيه. باك الحمد لله كله الحمد تمام الحمد لله. الله يخليك. احنا ممكن تعرفي بس الساده المشاهدين حضرتك؟ انا اسمي هنا جمال، بشتغل مذيعه كوره، وكنت ومتجوزه محمد طارق سعيد ابن نائب طارق سعيد. اتجوزته لمده 5 سنين. حصل وقعه، هي دي الوقعه اللي بالنسبه لي هي يعني حاجه مش لطيفه خالص. ان انت مثلا بعد ما تعيش مع حد لمده 5 سنين وتقف جنبه وتساعده في الحياه وتحلموا مع بعض ان انتوا تعملوا كل حاجه في الحياه، يجي فجاه وبدون اي سابق ان هو يقول لك مثلا في البدايه معلش انا عندي ابن صغير وانا ابنه بحبه جدا، يعني انا ما خلفتش منه اولاد، بس لو كنت خلفت منه اولاد ما كنتش هحبهم قد ابنه ما بحبه. لا هو كان اتجوز قبلي ثلاثة اتجوز واحدة ام ابنه وانا قبل 2 اتجوز وبعدين انا الثالثة وبعدين هو اتجوز واحدة دلوقتي رابعة. تمام. كنا عايشين في التجمع وكانت الحياة كويسة جدا وما كانش في اي حاجة. وكبرنا بقى في مراحل في الانتخابات، انا عرفته من اول دورة دخل فيها مجلس الادارة بتاعت الترسانة لحد اخر جولة، هما بقى لهم جولتين تقريبا او ثلاثة حاجة كده يعني. اللي حصل بقى بعد شوية يعني هو اختفى مرة واحدة، ومع ان احنا حلمنا ان احنا نعمل حاجات كتير مع بعض وانا ساعدته في حاجات كتير يعني حاجات انا مش في حاجات كمان مش هقدر اقول لك عليها. كل بقى اللي عمل المشكله في القصه دي ايه؟ ان انا ليا حقوق عندك وانت خدتها مني، فانا جيت اطالب الحقوق بتاعتي. فعمل اغرب موقف في حياتي، هو ده الموقف اللي عمل لي صدمه في الحياه، ان انت مديت ايدك عليا ومديت ايدك عليا بطريقه يعني انا مش هقدر اوصف لك. مثلا انا اكيد هوريك الصور بتاعت رجلي لما اتعورت. هو في البدايه طلب مني وخبط يعني طلب مني ان انا اروح له عشان احنا نتكلم وكده في الموضوع ومش عارف ايه، فانا تمام رحت له. فضل موقفني عند الشركه بتاعته وكذا، وبعدين نزل ضربني ضرب مبرح يعني مش قادره اوصف لك. وانا ولا حتى شتمت ولا زعقت ولا قلت اي حاجه، ما انا من كتر الضرب من كتر الصدمه اللي جات لي خبط راسي، فضل يخبط راسي في الحيطه وقعني في الارض. انا جريت في الشارع بتاع الشركه، انا هوريك الفيديو، انا اصلا معايا اوريدي، انا خدت الفيديو بتاع الضرب من الكاميرات، بس ده طبعا مش هقدر اقوله لحد ولا انزله، بس في النيابه شافوه غير في وقت الانتخابات، يعني ليه وقت معين انا هنزل الفيديو اللي هو ضربني فيه. تمام. لما جري ورايا انا وقعت في الارض والشارع كله موجود وشاهد وكل الناس كانت موجوده. هو لما وقعت في الارض مسك راسي من شعري، مسك من شعري ومخبطني في كان في باب كده بتاع فيلا كده جنبه، ورجلي كلها اتجرحت من كتر الضرب. فانا جالي صدمه والشركه كلها كانت بتحوش. فانا ما انا اصلا يعني انا نفسي اسال انا اتضربت ليه؟ انا ما عملتش حاجه عشان اتضرب اصلا. يعني حضرتك كنت متزوجه وعايشه حياه حلوه، مظبوط، حسب كلام سيادتك ان انت كنتوا بتحلموا مع بعض بحياه كويسه، ورغم ان انت كنت الزوجه الثانيه او الثالثه حسب كلام حضرتك، مظبوط، كنت تقريبا بتحبي ابنه اللي هو من الزوجه اللي قبله جدا، وعايشين حياه سعيده وحياه لطيفه. طب ايه سبب ان هو يعمل القصه ديت؟ يعني حضرتك الكلام ده ممكن ساعات بنسمع عنه في المناطق النائيه في العشوائيات، ان الراجل بيمسك ست يضربها في الشارع ياخد دماغها في الحيطه. انا نفسي توجه له السؤال ده، انا نفسي تساله له، انا اصلا مش عارفه هو ضربني ليه. يعني انا نفسي تساله وتقول له انا بطول معرفتي بيه لمده ال5 سنين اللي انا عشتهم معاه واحنا اتجوزنا وعشنا مع بعض، انا ما عملتلوش مشاكل، انا بالعكس كنت بدافع عنه وكنت بقاتل عنه في الحياه، وكان لما بيجيله مشاكل كنت بقف جنبه وعمري ما عملتله مشكله. انا بالذات عمري ما جبتله مشكله، يعني انا ما جبتلوش مشكله عشان انا اتضرب كده. فانا اصلا نفسي مش عارفه انا اتضربت ليه. يعني لما اجي افكر، انت بتعرف انا من كتر الصدمه مثلا لما هو ضربني ما قدرتش اصرخ ولا اعمل حاجه عشان جالي تشوك ان هو ضربني ليه. انا مش عارفه، انا اصلا ما زلت مش عارفه هو ضربني ليه. طيب خلال الساعات الماضيه يعني صدر قرار بضبط احضار اللي هو ابن رئيس الترسانه واللي هو يعتبر زوجك او قريب. طيب قصه الضبط والاحضار دي كانت بسبب القضيه بتاعتك ولا كان ايه؟ بص، اول حاجه هو لما ضربني وكده انا عملت له محضر، والمحضر انا قبل لما ضربني في البدايه، بس نرجع لحته، كلمت النايب اللي هو المفروض حمايه، اللي هو ابوه، بالظبط اللي هو ابوه، بعت له قلت ست النائب ابنك ضربني في الشارع من غير ما اعمل حاجه، قبل بقى ما اعمل محضر ولا اي حاجه. فالطبيعي ان انت تعمل ايه؟
بيبدو ليه واستني ويهدي واي كلمتين معلش اكيد كان متعقد اي حاجه اللي هو تخليك مثلا تبقى هادي. اول حاجه ان هي شايف كل كلامي ولا تجاهلني وعمل نفسه مش شايف، شايف الضرب ورجلي متعوره وكلها فيها دم وانا هوريك كل الصور وعمل نفسه مش شايف، مش شايف اي حاجه. رحت البيت ماشي، رحت لهم البيت اللي بيت العيله بالظبط، اقسم بالله العلي العظيم اللي بحكيه لك ده ويشهد الله وربنا شاهد على الكلام حصل ولا بزود في كلمه، يطلعوا يقولوا اني بكذب، يطلعوا يقولوا ان كلامي في اي كذب في الحقيقه او اي موضوع. دخلت البيت لقيت النايب، خبطت على البيت النايب فتح لي اوكي، قلت له ست نايب، قال لي ايه هنا ومش عارف ايه وكذا، قلت له ست نايب دلوقتي انا عندي مشكله، قال لي ادخلي، ودخلت وكده وقاعدين احنا بنتكلم وكده في المشكله وحضرتك ابنك عمل فيا وشوف ابنك وكذا، مامة محمد خرجت قالت كده بالطريقه، انت ايه اللي جابك عندنا؟ ايه حماد؟ ايه اللي جابك عندنا؟ حماد بتقول ايه اللي جابك عندنا؟ امشي اطلعي بره يلا من هنا. بعدين انا بصيت كده، انا بعرف ايه ان انا عمري ما رحت عندهم ولا مره، دي كانت اول مره، بعرف ان هي زي ست كويسه ومحترمه وبيحكوا الحاجه وبشوفها بتكتب في الفيسبوك لابنها ولمحمد ومش وانا كنت بحبها على الكلام ومنتظره ان هي ايه طبعا انا طبعا وازاي وابني غلط وانت طبيعي لما تخبط حد على بيتك لازم تقابله كده. اول بس طلعت كده، انت ايه اللي جابك عندنا؟ انت اصلا يلا اطلعي بره من هنا وما ينفعش اصلا تيجي هنا ولا ينفع تحطي رجلك اصلا هنا. فبصيت له كده قلت له، قلت لها انا بس بشتكي، قالت لي يلا اطلعي بره، وقامت طرداني بره وانا خرجت وفضلت اعيط على السلم وانا واقفه مستنيه الاسانسير، اقسم بالله قالت لي انت ما تنزليش في الاسانسير يلا انزلي على رجلك، وما بتنزلتني. هي مجرد بس ان هي كلمه طيبه طيب خاطرك دي كسرت خاطري، اول حاجه كسرت خاطري وربنا شاهد، وهي عندها بنات وانا فضلت اعيط طول الوقت اللي انا ما كنت متخيله ان انت تعملي كده، لو كنت بعرف ان انت تعملي كده عمري ما كنت هاجي على بيتكم، بس انا عارفه انت ازاي ست بيحكوا عنك ان انت بس للاسف انا ما شفتش الكلام ده، بقول لك طردتني وبس نزلتني في السلم، ما قالت ما خلتنيش انزل في الاسانسير، قالت لي يلا انزلي في السلم ويطلعوا يقولوا انا بكذب او الكلام ده ما حصلش. دي اول دي حاجه. فلما فبعدين لا وبتقول له، بتقول للنايب ايه واحنا قاعدين، انت اصلا ازاي ما حبستهاش، بتقول للنايب انت ازاي ما حبستهاش، فقمت بصيت لك قلت لها ليه انا عملت ايه عشان هو يحبسني؟ اللي هو جوزها. بتقول له انت ازاي سايبها ما حبستهاش، قلت لها انا عملت ايه عشان يحبسني، انا اصلا ما عملتش حاجه وما بعملش حاجه عشان اتحبس. يعني المفروض ان هو زوجك وهي حماد بالظبط ان هي طيب الخاطر ايوه، وانت ابنكم ده ابنكم ضربني وعورني وانا بنت، يعني انا في المقام الاول زيي ولا انتوا عندكم بنات، وانا جايه اشتكي لك من المفروض ان انت تقول لي اي كلمتين يطيبوا خاطري، ما هو انا لولا ان انا جيت لك ليه عشان عارف ان انت راجل طيب بتجيب حق الناس، لما انت نايب او بلان ان انت نايب لما يخبط على بيتك حد مش هتجيب له حقه؟ ما انت ليه بتشتغل في البرلمان وليه بتشتغل نايبه عشان تحل ظروف الناس وتشوف مشاكل الناس، مش عشان اقرب واحده ليك اللي هي مرات ابنك انت طردتها، وانت ما اتكلمتش لما مراتك طردتني وقالت لي يلا اطلعي بره وانت ليه ما حبستهاش؟ بس نزلت ساكته مش قادره، جالي تشوك وعماله اعيط، بس قلت لها هنختصمك يوم القيامه قدام ربنا. كل الكلام اللي حصل ده ما كنتش لسه حضرتك ده محضر ما كنتش عملت اي حاجه، يعني انت كل الخطوات اللي خدتيها زي قبل ما بالظبط اصول بتروح تخبط على باب بالظبط وتقول لهم. فلما لقيت ما فيش حد عبرني وعملوا لي اللي انت مين اصلا، احنا اصلا في حته ثانيه وانت مين اصلا كده بنفس الطريقه، رحت راحه الاسم عادي وخدت اجراء عادي وعملت تقرير طبي، وبعد ما عملت تقرير طبي رحت راحه عديت على الامن الوطني الاول، عملت محضر في الامن الوطني عشان هو نايب، وحكيت لهم اللي حصل وقالوا لي اعملي الاجراء بتاعك طبيعي، واحنا هنا الناس كلها القانون بيمشي على كل الناس الصراحه، هم ناس محترمين، كان ابنهم طول الوقت يقول احنا في مستقبل وحزب مستقبل وطن ما حدش يقدر يعمل لنا الكلام ده غلط، القانون بيمشي على كل الناس في الحياه انا وانت واي حد، اللي بيغلط وكل شيء يقول لك ايه احنا ما حد هو عليه اصلا، لسه هاجي لك في حوار الاحكام دلوقتي. احنا عايزين ننتقل للجزئيه ديت خاصه ان تم قرار صدور قرار بضبط واحضاره بالظبط. انا بقى ايه لما خدت عليه الحكم انا ما كنتش عارفه اروح النيابه لما رجلي كانت متعوره، فادوا له حكم مش كبير يعني بس حكم، ادوا له حكم تمام طبيعي هو حكم. فبعدين ايه قابلني هو بقى بعد الحكم، قابلني في الشارع صدفه، قال لي تفتكري ان انت تقدري تنفذي عليا؟ ولا انت ولا 10 زيك يقدروا ينفذوا عليا، كده كده الداخليه في جيبي. فبصيت له كده قلت له خلاص انت ماشي، قول لي وزير الداخليه الكلام ده وتقول للرئيس، انت بلدك فيها قانون وانت ابوك اصلا بتاع القانون، المفروض اصلا ما تقولش الكلام ده لما انت تبقى ابوك نايب، يعني ابوك اصلا بيطبق القانون، هو فين القانون اللي ابوك بيطبقه؟ ان هو متستر على مجرم بيضرب الناس،
وبعدين تضرب واحده ست في نمره واحد في الحياه ممنوع تضرب واحده ست، ممنوع. ربنا قال لك اصلا بالذات الستات دول بيكونوا ضعفة، حتى لو هي بتبين لك اللي هي مش عارف بس هي ضعيفه في الاخر، انت تضربها من غير. وبعدين انا نيمتك في امان وصنتك وما خدش منك حاجه وما اذيتكش، وحبيت ابنك اكتر من ايه لو عندي ولاد مش احبها زي ابنك، وابنك كان بيجي البيت عندي وما زلت بحبه. يعني شوف احنا عندنا خلاف، بس انا ابنه بحبه اكتر حاجه في الحياه واحنا في خلاف. فخدت الاجراء بتاعي طبيعي، والنيابه حكمت لي، وبعدين لما قال لي انت مش تقدري تنفذي عليا، مشكور طبعا وزير الداخليه، انا بعت له وانا اخدت اجراءاتي بالظبط. كلها مشيت تمام، دخلت مديريه الامن لتنفيذ الاحكام، محترمين اخر حاجه في الحياه، مديريه امن الجيزه، مدير تنفيذ الاحكام وكل الضباط محترمين جدا. قالوا لي طبعا ليكي حكم هيتنفذ، مش حاجه اسمها انت ابن نايب، انت عندك سلطه، القانون على كل الناس، مش النيابه العامه اصدرت حكم لازم ينفذ. فقالوا لي احنا كده كده في طبيعي اللي احنا هنجيبه وهو كده كده لازم ينفذ. انا بقى لما خدت الحكم بتاعي تمام، لقيت بقى عنده ايه، لقيت عنده يعني احكام انا ما كنتش اعرفها، لقيت عنده مثلا بتاع 40 حكم انا ما كنتش اعرفهم. لما بقى خدت الحكم بتاعي بدات اعرف بقى، لان بدات ادخل النيابه فده يشوف لي احكام، ده يكشف عليه، لقيت احكام كتير. احنا يعني احنا حصلنا على مستندات تمام الحكم ب 40 حكم يعني تتنوع او اغلبها كلها تقريبا مظبوط، بنتكلم في شيكات واحكام بنوك بقى وسلات امانه احكام بالظبط، 3 سنين غيابي تقريبا وكذا كذا حكم، يعني 40 حكم تمام مظبوط. انت التفاصيل ايه القصه دي؟ انا لما دخلت لما خدت الحكم بتاعي طبعا ده كان طبعا ده انا متجوزاه، فانا عمري ما هتخيل ان هو هيكون يعني مجرم بالطريقه دي او عنده احكام او الحاجات دي، عمري ما اشوفها وعمري ما تخيلت ان هي ممكن تكون موجوده عنده اصلا في طبيعي. فلما دخلت النيابه فبداوا يكشفوا عليه. 40 حكم وانت متجوزاه وما تعرفش عنه اي حاجه؟ طبعا لا ما اعرفش طبعا، لان انت عايش مع واحد في البيت، انت ازاي انت هتدور على الاحكام بتاعته او هتكشف عليه؟ مفيش، مش هتعرف حاجه. يعني كلها اصلا يعني اغلبها كلها شيكات بس، شيكات من غير حساب، عقارات، بيوت، كل حاجه، قروض، حاجات كتير جدا للبنوك، حاجات عربيات، يعني حاجات كتير جدا. لان بدات بقى لما بدات اكشف بدات الاقي حاجات كتير جدا، وهو كلها ما بينفذش فيها، وكلها ما بيعملش معارضات لان بيسقطهم، وكلهم بيتعداهم وفاكر ان كلهم هيبقوا زي بعض. حتى بدليل لما قابلني قال لي مش قادره تنفذي عليا، لان انا من 2000 من 2019 لو واخد بالك ما حدش بينفذ عليه حكم. ففي الطبيعي ما حدش بينفذ عليه حكم، في الطبيعي انت خلاص شايف ان انت ايه، شايف ان انت خلاص هيسقط الاحكام كالعاده زي ما هو بيعمل بطريقته، ان هو مش بيعمل معارضاته بيسقط الاحكام. بس ما ينفعش انت تسقط احكامي، لان هنا انت ضربتني، هنا في وقعة، وهي اهم حاجه في الحياه، وقعة اسمها وقعة الضرب، هي دي اللي دي عند في فرق عند الست ان انت تضرب واحده ست. وكمان بقى الاكبر من كده واللي انا عايزه اقوله لك، ان هو يعني ما عملش كده عشان هو عايز يضربني، لا ده هو عشان يرضي مراته التانية. يعني خلى ايه، يعني انا هقول لك الحته دي، لما انا وقفت قدام الشركه هو اتصل بمراته قال لها تعالي انا موجوده وانا هضربها قدامك. ففضلت واقفه نص ساعه، واول ما مراته دخلت بالعربيه هو نزل وضربني، وفضلت مراته وانا بجري فضلت مراته تمشي ورانا بالعربيه وتتفرج وهو بيضربني، وانا ببص في العربيه بلاقيها بتضحك، وهو انا قد الكلام وهو عارف انا بقول ايه. وانا قلت لك معايا الفيديو اخدته من الكاميرات في الشارع بتاع الضرب، لما تشوفه لما الناس تشوفه مش هتصدق. حضرتك لما جيت تتجوزي في الاول تخيلت ان ممكن في يوم من الايام؟ مستحيل مستحيل. في الاول ازاي كان بريء ومسكين وكل شويه يقول لك ابويا بيتخانق معايا، ابويا مش عارف ايه، وحاجات مش هينفع احكيها يعني عشان دي خلاص بقى مش هينفع اقولها. فما كانش كده خالص، هو اتغير بقى من ساعه لما اتجوز مراته الاخيره، بقى حد تاني خالص انت ما تعرفوش. حياتي مش متخيله اصلا، ولا حتى في وقت الجواز. مستحيل مستحيل يعني مستحيل مستحيل، ما كانش بيعمل اي حاجه معايا، ولا كنت بشوفه اي طريقه مش كويسه، او كنت بشوفه كويس في الاول، وكان لا كان كويس جدا في البدايه. اصل انت لازم تقولي ليه كل اللي عليك، مع ان المفروض مين يعني في البدايه بتبقى كويسه وفي النهايات بتبقى كويسه بحكم الدين وحكم العرف والانسان. ما عندهوش هي دي بقى النقطه كمان اللي انا عايز احكي لك فيها، ان قبل انت النهارده راجل مسؤول. يعني ايه مسؤول؟ يعني انا مثلا واحده مذيعه وانت راجل مذيع، ففي حاجه اسمها ان انت لازم في حاجات ما ينفعش تتعداها. يعني لما تبقى مسؤول عن الناس ما ينفعش تضرب ستات، لان انت جوه النادي بتاعتك ستات، انت ازاي هيامنوك على نفسهم؟
انت ازاي ما ينفعش تسب الدين؟ انا عملت له محضر سب وكسب بسبب الدين. سب الدين لو بتسمع سب الدين اللي هو بيسبه بيسب الدين اكتر ما بيتكلم. ودي في البدايه ما كانش فيه، في البدايه كان ابدا ابدا ازاي كان طيب وانت والمصنع بتاعه بقى كان خرب حاجات، يعني انا برضو مش هينفع احكي فيها بس حاجات يعني كان طيب لانه كان عنده غايه عايز يوصل لها. انت في بدايه الكلام ذكرت ان انت يعني قد ايه كنت بتبهره وقد ايه ساعتها مظبوط كنت يعني زوجه مثاليه زي ما بيقولوا، بس شايف ان انت محافظه على بعض الكلام ان انت مش عايزه تقولي قد ايه كنت مثلا زي لو انا طلعت لك. انت عارف انا اكتر حاجه برضو ضايقتني ايه دلوقتي؟ انا ليا زي ما قلت لك ان انا دلوقتي ليا حقوق عندك، تمام؟ انت يرضيك او يرضي الناس مثلا، او والكلام ده مكتوب من الواتساب بتاعه وانا ممكن هبعته لك سكرين عشان انت تشوف، يرضيك ان انت تقول لمراتك روحي بقى بقول لك انا دلوقتي عايش منين؟ عشان انا دلوقتي مش معايا فلوس وانت ليه حقوق عندك لازم تديها لي، تقول لي روحي اعملي حرام وانا اشجعك؟ ترضاها؟ لا معلش عشان النقطه دي مهمه. قال لي كده، كتب لي في الواتساب اللي هو برقمه وباسمه وبكل حاجه، لما قلت له انا دلوقتي مش معايا فلوس وانت لازم تديلي فلوس، قال لي روحي اعملي حرام وانا اشجعك وهبعتها لك في البتاع واعمل لك سكرين كاميرا من رقمه. حضرتك بتقولي يعني حاجه مش ممكن بالظبط، يعني ده ممكن اصدقه ستوري مكتوب بس مش حقيقه، مش في الواقع، مش في الواقع. مسؤول ومسؤول عن نادي كبير فيه سيدات اطفال، يقول لي بقى مراته افترض ان هو بيصرف عليها بالظبط، فلما زوجته بتطلب منه الطبيعي في العادي ان اي زوج بيصرف على زوجته كان بيصرف عليها كل حاجه، بس لما سابني بقى قال لك ومش عايز تديلي حقوقي، قال لك روحي اعملي حرام وانا اشجعك. يعني ايه شجعك؟ مش عارفه انا مش انا هتشوف الكلام، انا هدي لك الكلام ده بس عشان احنا بس مباشر قدام الناس، الكلام ده مهم. ما انا بحكي لك كلام وانا بقول لك خليه يطلع يرد عليا ويقول الكلام ما حصلش، ستي بتقولي كلام غلط، انا بقول لك حقيقه، انا بحكي لك بالظبط اللي حصل معايا، انا مش بقلف بحكي غلط، انا بحكي بما يرضي الله وربنا شاهد، وهدي لك الكلام اللي قال عليه ومن رقمه ومن واتسابه ومن كل حاجه، انا مش بقلف. طيب انا انت طلبات، انا بقى طلباتي ان القانون لازم يتنفذ على كل الناس، مش حاجه اسمها انا ابويا نايب بالظبط، اللي غلط لازم يتحاسب كل الناس. يمكن الساحه القضائيه شاهده على اسماء ورموز كتيره كانت خاضعه للقانون بسبب تجاوزات حصلت منه، اللي غلط لازم يتحاسب، انت لازم لازم انا لازم اخد حقي اللي انت عملته فيه، انت كسرت ضربتني ومديت ايدك عليا وامك كسرت بخاطري وطردتني من بيتكم وعملت لي اوسخ معامله مع اني انا نيمتك في امان وحافظت عليك وحافظت على بيتك وحافظت على ابنك وحافظت على حياتك وقفت جنبك في شغلك وساعدتك في كل حاجتك وانت مقابل انك هنتني، فلازم اخد حقي، القانون ادالي حكم انا لازم اخد حقي، القانون لازم يمشي علينا كلنا، مفيش حاجه اسمها انت ما تتمسكش فما تنفس فتسقط لي الحكم بتاعي، مفيش الكلام ده. في جزئيه حضرتك ذكرتيها وقلتي ان انت يعني هو كان متزوج مظبوط، وان حضرتك كان معاكي فلوس تمام، وان حضرتك كنت بتساعديه تمام. سؤال بقى صغير، هل كل زوجاته اللي بتعرف كده كانوا بيساعدوه زي ما انت بتقول؟ لا، بدليل ان هو قال لي على مراته ابنه ان هو مره جاب عربيه بالقسط، ودي اول مره هقولها الحكايه دي دلوقتي، ان هو جاب عربيه بالقسط وهي كانت ضمناه، ولما البنك جه طالب الفلوس هي اتخانقت معاه وقالت له انا البنك بعت لي والبنك قال ان انا اللي لازم اسدد وان انا الضامنه وان مش عارف ايه، وقال لي انا من ساعتها حصل بينه وبينها مشكله كبيره، وقال تاني ان هو عمره ما هياخد منها حاجه وما بيقدرش ياخد منها حاجه بسبب الموضوع ده. انا بقى لما ساعدته واديت له الحاجات بتاعتي وهو خدها وكاتب على الواتساب كله بالدليل، مش بقول اي كلام مكتوب. لا بص دي حاجات، لا بصراحه انا ما اقدرش اقول الحاجات دي لان دي حاجات برضو هرجع تاني واقول لك ان دي حاجات انا الراجل ده كنت انا الراجل ده جوزي يعتبر، فانا برضو في حاجات ما اقدرش اقولها، في حاجات هي جوه بالظبط بحكم العيش والملح وبحكم ان احنا كنا متجوزين وان انا ما اقدرش احكي المواضيع دي، يعني في مواضيع انا ما اقدرش احكيها وما اقدرش اقول عليها واللي انا دي على جنب، انا بتكلم في الواقع الحقيقي. في جروح بتخف، يعني الضرب هيخف، في جروح نفسيه مش ممكن تخف، لان انت اتضربت قدام واحده ست وانت واحده ست وقفك عشان يخلي واحده تضربك تتفرج عليك في الشارع، والشارع كله والبوابين واقفين وبتوع الامن وانت بتجعر وبتسب الدين وبتشتم وبتقول وبتعمل. ان شاء الله بامر الله ما دام انا حقك هيرجع احنا في دار القانون، والقانون بيسري على كل الناس، كبير صغير غني فقير ايا كان نوعه، والقانون بيسري على كل الناس في دار القانون.